حياكم الله جميعا على بلاير 1 مع مقدمكم المعتاد محمد جفري في فيديو جديد لتجربة بيتا باتل فيلد بعد تجربة مطولة ومكثفة على مدار نهاية الأسبوع. وكعادة مقاطع التجارب بيكون بشكل عفوي وبدون نص مسبق أو سكريبت. وبدون ما نطول في الكلام خلونا نخش في الموضوع على طول ونشوف الأشياء اللي جدا كانت أعجبتني في البيتا الخاصة في باتل فيلد وحمستني على التجربة الكاملة، وطبعا المشاكل الموجودة في فترة البيتا. وأول مشكلة، ولأنها كانت جدا مزعجة لي خصوصا في أول يومين، هي مشكلة فلاش أبيض يضرب في وجهك في يعني بشكل مزعج جدا جدا جدا. شايفين يعني تقريبا كل كم ثانية، خصوصا لما يحمل وضع ويكون في عدد كبير شكله من اللاعبين تزيد الفلاشات البيضة. طبعا التجربة كانت على بلاي ستيشن 5، فما أدري بخصوص باقي المنصات هل واجهوا هذه المشكلة ولا كان الوضع عندهم أفضل، لكن بالنسبة لي كانت جدا مزعجة. كل ما تخش جو في اللعبة يصقع الفلاش في وجهك أو تحصل جليتش في الصورة في المباني البعيدة، فهذا الشيء كان جدا مزعج خصوصا في فترة الطلب المسبق اللي هي الايرلي اكسس. لكن لما قفلوا السيرفرات على يوم 8 اكتوبر الصباح قبل ما يفتحوا لجميع اللاعبين، الظاهر انهم سووا صيانة خفت هذه المشكلة بشكل كبير، ما اختفت في اليومين الاخيرة لكن خفت بشكل جدا كبير، خلى اللعب افضل جدا يعني وريح العيون صراحة. فتقريبا اعتبر اليومين الاخيرة هي التجربة الحقيقية لبيتا باتل فيلد، لانه بصراحة الجليتشات والاخطاء التقنية هذه ظلمت اللعبة وخلت الكثير ينتقدوا شيء انا اشوف صراحة يعني في غير محله ابدا نهائيا، وهو موضوع الرسومات او البيئة او العالم. يا جماعة شيء جدا رائع، الجو، عناصر البيئة، الاعصار، الانفجارات، كل شيء ممتاز جدا من هذه الناحية، خصوصا اللعبة في بيتا كلنا عارفين انه حيكون فيها مشاكل. يعني مثلا الافكت حق انفجار الصاروخ اللي نادرا يحصل للأسف، يعني يمكن لعبت 20-25 جيم على مدار الويكند جاني مرتين فقط، فمثل ما انتم شايفين انفجار مبهر صراحة، اول مرة حصل لي يعني خلاني اوقف اللعب وانسى المعركة تماما. او حتى التورنيدو مثلا، اول مرة وصل التورنيدو في الخريطة نسيت الحرب وتوجهت مباشرة على التورنيدو ابغى اشوف ايش الوضع بالضبط، ولما تقرب منه من المثير يعني انه يسحبك ويسحب اي شيء في طريقه، حتلاقي نفسك واللاعبين الثانيين والسيارات، التورنيدو ما يرحم ويشفط كل شيء. فبصراحة ها من هذه النواحي الوضع جدا مبشر. ولو كنت متفهم ليش هذه الاشياء ما بتطلع في كل لعبة، لانه كانت حتكون شوية فيها ملل اذا في كل جيم حيطلع التورنيدو وينفجر الصاروخ. فلما تحصل هذه الايفنتات ومع التغير اللي في المعركة يكون في كل مرة لها جو خاص بصراحة. فزي ما انتم شايفين هنا الطيارات، السيارات طايرة حوالين التورنيدو، اللاعبين حوالين التورنيدو، حتى لو دخلت بطيارة حتفقد التحكم وانت يعني في فترة بسيطة بعدين ترجع تستعيده بعد ما تعدي. فهذه العناصر كانت جدا رائعة بصراحة ومتحمس اشوف تطبيقها على باقي الخرائط. وبالنسبة ايضا لنقطة الانتقاد اللي شفت البعض يتكلم عنها وهي الخريطة الكبيرة. صحيح انه الخريطة اكبر من خرائط باتل فيلد السابقة وكبيرة جدا، يعني انك تتنقل مشي محتاج وقت، لكن وهنا هذه النقطة جدا مهمة، المرحلة كلها عربات هذا اولا، وتقدر تختار عربة من شاشة البداية او شاشة الاختيار، وثالثا تقدر تطلب سيارة محل ما انت موجود تجيك بالمظلة في اي مكان. فبالتالي هذه الثلاثة عناصر تنهي موضوع الخريطة الكبيرة وتخلي التنقل جدا سريع. فلهذا السبب انا اشوف هذا الانتقاد في غير محله، خصوصا انه الخريطة فيها 128 لاعب، اللي بطيارة واللي بدباب واللي بسيارة، فانتقاد في غير محله. اما بخصوص طيب اللعب والطلق بالرصاص والاسلحة، فمن هذه الناحية للأسف الأسلحة قليلة كانت في البيت، تقريبا 5-6 أسلحة الموجودة، واستخدامها يعني يختلف صراحة حسب انت ايش تبغى سلاح تفضله، قريب المدى بعيد المدى، طبعا في قناصات في الرشاشات الثقيلة،
واستخدامها يختلف، الضرر يختلف، الفيلينج يختلف، وبشكل عام على شكل باتل فيلد. ما عدا القناص اللي حسيته جدا مختلف، يعني في اختلاف نوعا ما في القناص، هل هو بسبب السلاح او بسبب القنص نفسه ماني عارف لحد الان طبعا لما نشوف اللعبه الكامله. لكن باقي العناصر مثل ما انتم شايفين، طلق رصاص مستمر، طيارات من الجو، دبابات في الارض، معركه حرب شامله ودمار شامل على اروع ما يكون بصراحه. يعني طوال الويكند قعدت يعني اي وقت يكون عندي فاضي شغل البيت. فمن هذه الناحيه جدا الوضع مبشر. قلت لكم هي الاخطاء اللي جدا كانت مزعجه كلها اخطاء تقنيه، جلتشات، الفلاش الابيض. يعني حتى من ناحيه الاتصال والسيرفرات، فالدخول للعبه والخروج منها كان جدا سلس سريع، وتخش من جيم ورا جيم بكل سهوله. فلهذه الاشياء اشوف انه الاشياء الايجابيه بصفه عامه كانت جدا اكثر من السلبيه، خصوصا اني من محبين السلسله ومن اللي لعبت الجزء السابق واللي قبله واللي قبله. فبصراحه هذا الجزء جدا مبشر. ومن الاشياء الجميله ايضا اللي لاحظتها هو الكلاسات، كيف انك تقدر تسوي مزج بين عناصر القناص مع السبورت، وتستخدم ادوات الجرابلينج هوك مع مثلا مضاد طائرات. فبالتالي تقدر تختار كل شيء حسب ما انت تبغى، وكل لاعب يقدر يكون كلاسه جدا مميز. فهذا الشيء كان جدا ايجابي. مثلا انت قناص ومعاك يكون جرابلينج هوك، فتقدر تروح للاماكن العاليه بسرعه، فبالتالي الحريه في اختيار الكلاسات كانت جدا ممتازه. وطبعا جوانب العربات في باتل فيلد فايضا كان جدا ممتع. وبالنسبه لي سابقا كنت ابدا ما استخدم الطيارات، دائما على الارض، لكن في هذا البيتا لقيت نفسي اذا كنت على رشاش الهليكوبتر فمستمتع. اما الهليكوبتر نفسه بصراحه فقيادتها جدا صعبه ومش قادر اضبطها. فمثل ما انتم شايفين الرشاش حق الهليكوبتر والقصف والاصوات واللي بيحصل يديك جو سينمائي رائع بصراحه، وغير ان استخدامها ممتع والتنتيف فيها ممتع طبعا. يعني شوف النزله هنا كيف مع الاعصار والجو، صراحه اكشن جميل. لكن الطيارات الجت السريعه فهذه استمتعت جدا باستخدامها وبعودتها لباتل فيلد، لانه بصراحه يعني لها جو خاص كانك بتلعب لعبه ثانيه. اللعب في باتل فيلد في الجو لعبه ثانيه غير اللي على الارض، تنسى اللي بيحصل في الارض ويكون تركيزك مختلف وتكتيكك مختلف بشكل مغاير تماما. فهذا ايضا كان شيء جدا ايجابي من وجهه نظري، التفادي عندك يعني بكل بساطه. باتل فيلد تخليك تلعب باكثر من طريقه، اذا تبغى تلعب الجيم كله في الجو او تبغى قناص او تبغى اسالت، فكل كلاس راح يخلي تجربتك تختلف. لما تهجم من بعيد تبغى تقعد من بعيد او من قريب، كل شيء يختلف، كل جيم يكون مختلف. فهذه تقريبا اهم الاشياء اللي بصراحة جدا جدا محمساني على مجمل باتل فيلد، واشوف انه البيتا قدر يوصل لنا الكثير من الاشياء اللي وعدوا فيها دايس ووعدوا فيها المطورين. وان كان ما زال الوضع مثل ما ذكرت محتاج شغل تقني اكثر، محتاج اللعبة الصقل لحد ما، غير جلتشات وفلاشات والتأخر احيانا في ظهور الرسومات الخاصة بالارضية. فهذه الامور اتوقع انه حتى على حسب كلامهم انه النسخه الخاصه بالبيتا كانت نسخه قديمه، والاصدار الكامل بيكون مصقول وافضل بكثير من وضع البيتا. فلهذه الامور اشوف انه ما في شيء يخوف، واشوف انه الانتقادات يعني الكثيره بزياده كانت في غير محلها بخصوص البيتا. كانت جدا ممتعه وتقدم التكتيك اللي اعتدنا عليه مع السينمائية والأكشن ولحظات باتل فيلد اللي ما تحصل إلا في باتل فيلد، هذا كله موجود. شخصيا جدا متحمس على التجربة الكاملة، ومتحمس أشوف باقي الخرائط، باقي الأسلحة، باقي الكلاسات، الأشياء اللي كلها راح تخلي اللعب يختلف أكثر وأكثر، ويخلي كل معركة فريدة من نوعها. وطبعا تقدروا تنتظروا في الإصدار الكامل، راح يكون في تجربة مطولة لباتل فيلد، وراح تكون من قبل الاصدار باسبوع، بمعنى انه باذن الله على يوم 19 نوفمبر راح اعطيكم انطباعات اكثر مع تجربه خرائط اكثر لباتل فيلد 2042. ومثل ما ذكرت اتمنى تكونوا استمتعتوا في مشاهده الانطباعات السريعه للبيتا،
وكالعادة شكرا على المشاهدة.